السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنشرح مع بعض منهج علوم سنة رابعة ابتدائي الترم الاول، المنهج الجديد عليهم. ويلا كده بينا يا سنة رابعة نبدأ نتعرف على المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا عبارة عن وحدتين، كل وحدة فيها اربع مفاهيم، كل واحدة فيها اربع ايه مفاهيم. تعالوا كده نتعرف عليه سريعا. عندك الوحدة الاولى، طبعا عندنا وحدتين كل واحدة فيها اربع مفاهيم. المفهوم الاول التكيف والبقاء، المفهوم الثاني كيف تعمل الحواس، المفهوم الثالث الضوء وحاسة البصر، المفهوم الرابع التواصل ونقل المعلومات. كده بتكون الوحدة الاولى خلصت. طيب نتنقل على الوحدة الثانية. الوحدة الثانية اللي هي الحركة فيها برضو أربع مفاهيم، المفهوم الأول الحركة والتوقف، المفهوم الثاني الطاقة والحركة، المفهوم الثالث السرعة، المفهوم الرابع الطاقة والتصادم. طيب تعالوا يلا كده. طيب دي كده الوحدة الأولى عندنا، هي المحور الأول عندك اللي هو اسمه الأنظمة. الوحدة الأولى اللي هي الأنظمة الحية. يلا بينا كده هنبدأ في الدرس الأول على طول عشان ما نطولش. ركز معايا كده بالراحة. بيقول لك حقائق علمية تمت دراستها من قبل. انت درست قبل كده ان هناك ما يؤثر على بقاء الكائنات الحية. ايه الحاجات يا مستر اللي بتأثر على بقاء الكائنات الحية؟ يعني الحاجات اللي هي ممكن تخلي الكائنات دي ما تدنهاش او تموت او تنقرض. قال لك اول حاجة ارتفاع او انخفاض درجة الحرارة. ممكن درجة الحرارة العالية قوي او درجة الحرارة المنخفضة قوي تؤدي الى هلاك الكائنات. طب تاني حاجة ندرة المياه او كثرتها. ممكن المية لو زادت قوي في شكل فيضان او كده ممكن تموت الكائنات او تدمرها او يعني تؤدي الى هلاك. ممكن لو المية قلت قوي وبحس ان هم مش لاقين حتى يشربوا، قال لك ده برضو بيؤدي الى هلاك الكائنات. يبقى اذا ندرة المياه او كثرت. عندك تالت حاجة عدم توافر الغذاء والمأوى، ان مفيش اكل. قال لك ما هو بالتالي الكائنات دي هتموت. والمأوى يعني مفيش سكن لها، قال لك برضو ده الكائنات دي هتموت لو مفيش سكن. فكان لابد ان تتكيف الحيوانات والنباتات كي تتمكن من البقاء والحصول على غذائها وحماية نفسها. يبقى تاني، يبقى ايه هي الاشياء او العوامل اللي بتأثر على بقاء الكائنات الحية؟ ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة، ندرة المياه او كثرتها، عدم توافر الغذاء والماء. وده اللي ادى لان الحيوانات والنباتات اللي حصل، لان انت عارف طبعا ان الكائنات الحية عندك ثلاث حاجات عايشين على وجه الارض، كائنات حية ثلاث انواع، انسان حيوان نبات. فهنا عندك الحيوان والنبات بيتكيف ليه؟ قالك لكي يتمكن من البقاء عشان يقدر انه عايش، والحصول على غذائه عشان يقدر ياكل الاكل بتاعه او يحصل على الغذاء بتاعه المام بتاعه، وحماية نفسها عشان تقدر كمان تحمي نفسها من ان حد مثلا يصطادها او ان حد يفترسها او كده. طيب عندك تعالى كده بص معايا على الصور ديت. عندك ده الثعلب، ثعلب الفانك اهو، ده ثعلب هندرسه بالتفصيل. عندك ده الجمل عايش في الصحراء. عندك ده كده نباتات هي زي النخيل. سنقوم بدراسة الخصائص التي ساعدت الكائنات الحية اللي موجودة في الصور ديت على التكيف او التغير بمرور الزمن، حيث ان واحد ثعلب الصحراء قال لك اذناه طويلتان. لو تلاحظ معايا كده ان الثعلب اللي موجود في الصحراء الاذن بتاعته بتبقى طويلة. ليه؟ قال لك عشان يتخلص من الحرارة الزائدة، لان في الصحراء بيبقى الجو حر، فالاذن الطويلة ديت برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد على التكيف ان هو بيتخلص من حرارة الجسم الزائدة. طب عندك الجمل بيغطي جلده وبر لحمايته من الحر اللي هو البرد. قال لك يبقى الجمل ده جسم كله متغطي بالوبر. ليه يا مستر؟ قال لك عشان يحميه من الحر ده في النهار، لانه عايش في الصحراء، الصحراء بتبقى بالنهار وخصوصا في الصيف بتبقى حر موت. قال لك فهنا الوبر ده بيحميه من الحر بالنهار، وبالليل الجو بيبقى تلج ساقع جدا. قال لك فعشان الوبر ده برضو بيحميه بالليل، قال لك يبقى بيحميه من البرد والحر. يبقى اذا الجمل بيغطي جلده وبر ليه؟ قال لك عشان يحميه من الحر والبرد. تالت حاجة قال لك نباتات الصحراء بيبقى بها اشواك. عندك مثلا التين الشوكي، التين تلاقيه عليه شوك كده. عندك اي نبات صحراوي قال لك الصبار وغيره، قال لك بتلاقي فيه اشواك. ليه الاشواك ديت؟ قال لك لتجنب فقدان الماء الزائد عشان ما يفقدش مية، لان انت طبعا زي ما انت عارف ان الصحراء ما فيهاش مية، المية فيها نادرة او قليلة جدا. قال لك فالنبات ده ما بيلاقيش المية طوال الوقت، فعشان كده بيبقى محتفظ بالمية بتاعته فترة طويلة. مثال عندك الصبار،
فهنا النباتات ديت بتبقى الاشواك بتاعتها او بيبقى الاوراق بتاعتها في شكل اشواك. ليه؟ قال لك عشان تتجنب فقدان الماء الزائد، اللي احنا بنسميها عملية النتح. عملية الايه؟ النتح. طيب عندك: ونجد ان سبب تغير سلوك الكائنات او تركيب اجسامها، يبقى في حاجتين بيتغيروا، يا اما سلوك الكائن هي اللي هتتغير يا اما تركيب جسمه، هو تحمل الظروف البيئية الصعبة للبقاء على قيد الحياة. يبقى هنا التغير في السلوك ده بيحصل او تركيب الجسم ده بيحصل، ماشي، كل ده هو تحمل الظروف البيئية الصعبة للبقاء على قيد الحياة. يبقى اذا سبب تغير السلوك او التركيب هو ايه؟ عشان يقدر يتحمل الظروف البيئية الصعبة للبقاء على قيد الحياة. يبقى نجد ان سبب التغير ده ايه يا مستر؟ في السلوك او في التركيب. بس التغير ده بيحصل في حاجتين، ركز معايا، التغير ده بيحصل اما في سلوك الكائن الحي او في تركيب جسمه. طيب عندك التغير اللي بيحصل في السلوك او في التركيب ده بسبب ايه او عشان ايه؟ قال لك عشان يقدر يتحمل الظروف البيئية الصعبة، عشان يقدر انه عايش على قيد الايه؟ الحياة. طيب تعالى كده يلا هنبدأ ب التواصل بين الخفافيش. التواصل بين الايه؟ الخفافيش. عندك كيف تساعد التكيفات التركيبية والسلوكية للخفافيش على التنقل والتواصل؟ احنا عندنا ماشيين في الدرس على نوعين اتنين من التكيف، عندك تكيف تركيبي وتكيف سلوكي، تكيف تركيبي وتكيف ايه؟ سلوكي. طيب عندك تعالى كده يلا، التركيبي باختصار بعرفه ازاي؟ ان هو بيبقى حاجة في الجسم، مثلا تغير في القدم في مثلا الجمل، قدم الجمل، قال لك ده حاجة ربنا خلقه بيها، قال لك ده تكيف تركيبي، بيبقى عبارة عن خف سميك مفلطة. عندك مثلا الأجنحة في الخفافيش مثلا، قال لك دي تكيف تركيبي، حاجة ربنا خلقها بيها، يبقى ده تكيف تركيبي. طب تعالى كده يلا، عندك بقى يجي يقول لك: هل تعلم أن الخفافيش ليست كائنات مخيفة؟ انت اللي كلنا اللي بيشوف الخفاش بيترعب منه، يقول لك الحق في خفاش. لا، هو مش كائن مخيف، بل هي كائنات مهمه للغايه للكائنات الحيه الاخرى. الخفافيش دي مهمه جدا للكائنات التانية، بما في ذلك الانسان، يبقى كمان مهمه لينا كمان كبشر، ولها دور فعال في النظام البيئي. تخيل، قال لك يبقى الخفاش ده كمان له دور في البيئه اللي احنا عايشين فيها. طب تاني حاجة، قال لك تنام الخفافيش في وضع مقلوب. بص كده، رجليه لفوق وراسه لتحت وهو جاي نام، يبقى الخفاش بيبقى بينام في وضع مقلوب. قال لك رجليه لفوق اهي زي ما احنا شايفين في الصورة، والراس بتاعته هي اللي تحت، يبقى رجليه فوق وراسه لتحت، ماشي، وعينين الاتنين اهو. قال لك يبقى تنام في وضع مقلوب، اي رأسها لأسفل. تركيب جسدها يسمح لها بالطيران مثل الطيور، تركيب الجسم بتاعها بيسمح لها ان هي تطير زي الطيور لان لها جناحات. طبعا الخفاش ده برضو بالمناسبة ان هو مش من الطيور، يعني خلي بالك هو مش طائر، مش عشان انا لقيت له جناحات اقول عليه طائر، لا، الخفاش ده لو هنصنفه ده تبع الثدييات، ده تبع الايه؟ الثدييات. طب ايه يا مستر برضو الفرق بين الطيور والثدييات؟ قالك انت عندك الطيور هي التي تبيض وتفقس، هي التي تبيض ايه؟ وتفقس، يعني بتبيض البيضة، والبيضة دي بعد كده بعد شوية بتفقس فبتطلع لي المولود الجديد. اما الثدييات قال لك هي التي تلد ثم ترضع صغارها، يبقى بتلد وترضع ايه؟ صغارها. يبقى الثدييات بتولد ما بتبيضش، يبقى اذا بتولد وبترضع الصغار بتاعتها. طب يبقى هنا ده الفرق بين الطيور والثدييات. عندي بعد كده تركيب جسدها يسمح لها بالطيران مثل الطيور، تتغذى على البعوض والحشرات الاخرى. يبقى اذا الخفافيش دي يا مستر بتتغذى على ايه؟ قال لك على البعوض وعلى الحشرات، على البعوض وعلى الايه؟ الحشرات الاخرى. كمان حيوانات ليليه، الخفاش اللي قدامنا ده ما بينشطش بالنهار، يعني قليل قوي لما تلاقيه بالنهار، دايما بالنهار تلاقيه نايم في حاله خمول. اما ينشط امتى؟ بينشط بالليل، يبقى ولذلك هي حيوانات ليليه فهي اكثر نشاطا في الليل. كمان لا يمكنها الرؤية جيدا في الليل، تخيل، بالرغم من انها بتنشط بالليل وحيوان ليلي بس ما بيشوفش كويس بالليل، لذلك تعتمد على طريقة تكيف تسمى تحديد الموقع بالصدى. خلي بالك من الحتة دي مهم، يبقى تحديد الموقع ايه؟ بالصدى، تقدر تحدد موقعها عن طريق الصدى. الصدى ده اللي هو ايه؟ قالك الصدى ده هو اللي هي بترسل موجات، ماشي، والموجات دي بتعيد استقبالها مرة تانية،
فبترسلها، لو الموجة دي خبطت في أي حائط قدامها أو في أي صد قدامها قالك بترجع لها تاني، فلما بترجع تعرف إن المكان ده مثلا فيه حاجة صد أو فيه حائط أو فيه، ربنا سبحانه وتعالى مديها القدرة إن هي تقدر تميز. يبقى تخيل معايا كده، قالك أنت عندك مثلا دي مثلا حيطة، الخفاش ماشي هنا كده، الخفاش ماشي كده، قالك بيصدر موجات، الموجات دي بتسبقه كده، لقت هنا حيطة تخبط في الحيط ماشي، فتروح جاية راجع له مرة تانية، ترجع له مرة تانية الموجات دي، فلما ترجع له هو يحس بيها، بيحس بيها تمام، فلما يحس بيها يعرف اه هنا في مكان او في حيطة هنا، لا يبقى انا ما امشيش كده عشان ما اخبطش فيها. لقيت هنا مثلا في فريسة، سبحان الله، هو ربنا بقى مديله القدرة ان هو يقدر يميز بين الموجات دي، قال لك يبقى هنا لا يمكنها الرؤية جيدا في الليل، لذلك تعتمد على طريقة تكيف تسمى تحديد الموقع بايه، بالصدى. طيب هناخد بعض الأسئلة اللي ممكن تتسأل في الجزئية دي. يجي يقول لي كيف ترى الخفافيش في الظلام؟ ها الخفافيش بترى في الظلام ازاي؟ قال لك عن طريق الموقع أو تحديد الموقع بالصدى، يبقى عن طريق تحديد الموقع بإيه؟ بالصدى. تاني حاجة، كيف تتجنب الخفافيش العوائق؟ برضو عن طريق إن هي بترسل موجات أو عن طريق تحديد الموقع بالصدى، نفس الإجابة. كيف تصطاد الخفافيش فريستها؟ عن طريق تحديد الموقع بالصدى. كيف يساعد الصوت الخفافيش في التنقل والتواصل؟ الصوت عن طريق ان هو بيرسل الموجات ويعيد استقبالها مرة اخرى، تمام كده؟ طيب يلا نكمل. طيب تعالوا يلا بقى هنبدأ في المفهوم الاول عندنا، وهو بعنوان التكيف والبقاء، ماشي؟ ده كده الدرس الاولاني عندنا، التكيف ايه والبقاء. ركز بقى معايا هنا كده، يقول لك بتعيش الكائنات الحية في بيئات مختلفة. الكائنات الحية سواء كانت إنسان أو حيوان أو نبات، بس خصوصا إحنا دراستنا هتبقى على على الحيوان وعلى النبات. قال لك الكائنات الحية بتعيش في بيئات مختلفة، تعتبر مواطنها الطبيعية التي تعيش فيها، وتقدم لها الاحتياجات الأساسية. من الاحتياجات الأساسية هي الماء، الطعام، المأوى، تمام كده، التنفس، ده كمان برضو من الاحتياجات الأساسية. قال لك ما هنا طالما عايش في البيئة، إيه الحاجات الأساسية لأي كائن حي عشان يقدر إنه عايش؟ حاجات أساسية يعني ضرورية، من غيرها يموت على طول. لازم الأول يتنفس، يبقى فيه هوا، لازم بعد كده ياكل، تغذية، ما كانش في أكل هيموت، لازم بعد كده مية يشرب عشان ما كانش في مية هيموت، لازم مأوى اللي هو السكن اللي يقويه. قال لك للحماية من الظروف المناخية، ومكان للتزاوج وتربية الصغار، ومكان يقدروا يتزوجوا فيه ويربوا الصغار. طيب تعالى كده بص على الصورة دي كويس معايا كده، دي سحلية اسمها ايه دي؟ قال لك دي سحلية الصحراء. يبقى هل رأيت احدى سحال الصحراء من قبل؟ بص كده على شكل سحال الصحراء، تحاول سحلية الصحراء ان تحافظ على برودة جسمها عن طريق بحثها عن الظل. الصحراء طبعا زي ما احنا عارفين الجو فيها بحر، قالك فالسحلية دي بتحاول ان هي تبرد جسمها ازاي؟ ان هي تبحث عن منطقة ظل، يبقى عن طريق بحثها عن الظل خلال الاوقات شديدة الحرارة. يبقى في الوقت اللي الحر فيه بتبقى شديدة اوي في الصحراء، هي بتبحث عن اماكن ظلة وتروح تستخبى فيها. يبقى بتبرد جسمها ازاي يا مستر؟ هنقول له عن طريق بحثها عن الظل خلال الاوقات شديدة الحرارة. طيب بعد كده يجي يقول لي كيف تتكيف الانواع المختلفة من الحيوانات والنباتات للبقاء على قيد الحياة في الظروف المناخية القاسية. طب انا عندي بقى ظرف مناخي قاسي، ازاي الكائنات بقى بانواعها بتقدر تتكيف، سواء كانت الكائنات دي نبات او حيوان؟ عندك معظم الحيوانات بتمتلك طرق خاصة للتكيف لتستطيع الحياة في الصحراء الحارة. فالجمال، تعالى كده هناخد مثلا الجمل، قالك الجمال بتخزن الدهون في سنامها. يبقى تخيل الجمل بيخزن الدهن في السنام بتاعه، السنام اللي هو عامل زي الهرم اللي فوقه ده، اللي فوق جسمه ده، اللي فوق ظهره. قال لك يبقى اي اكل ياكله يروح جاي مخزنه في شكل ايه؟ في شكل دهن. والقوارض، قال لك القوارض ديت مثلا اللي هي مثلا عندك زي اليربوع، عندك زي الفئران وكده. قال لك والزواحف، الزواحف دي مثلا زي السحلية اللي احنا لسه بناخدها دلوقتي دي، قال لك دي بتختبئ في الرمال او تحت الارض، بتختبئ في الرمال او تحت الايه؟ الارض. وغيرها يوجد الكثير من طرق التكيف، في عندي بقى كتير من طرق الايه؟ التكيف. رقم اتنين، قال لك يلعب التكيف دورا هاما في حياة الكائن الحي من اجل ايه؟ البقاء على قيد الحياة، لان كل الكائنات عايزة تعيش، مفيش حد عايز يموت، فكل الكائنات بتحاول ان هي تحافظ على حياتها
وتبقى على قيد الحياة، حيث تمتلك كل مجموعة من النباتات والحيوانات طرق تكيف خاصة بها. يبقى كل مجموعة من النباتات أو الحيوانات لها طرقها الخاصة للتكيف. طيب تعالى كده يلا هناخد مع بعض أمثلة على الكائنات دي. تعالى يلا هنبدأ بالبطريق. ماشي كده؟ قالك البطريق ده مستر بيتكيف ازاي؟ قالك البطريق دي تتكيف الكائنات الحية لتستطيع العيش في بيئتها زي ما اتفقنا. يبقى الكائن بيتكيف ليه؟ عشان يقدر يدنه عايش. وهناك عدة أسباب للتكيف، من ضمنها ايه؟ اللي خلى الكائنات تتكيف، أول سبب المناخ، لأن في مناخ ممكن يبقى شديد الحرارة، ممكن في مناخ تاني شديد البرودة. لكن الكائنات ما تقدرش تتكيف مع الحرارة العالية دي، الكائنات ما تقدرش تعيش في الحرارة العالية دي فبتضطر ان هي تتكيف، وما تقدرش تعيش في البرودة الشديدة دي فبتضطر ان هي تتكيف. وتعالى كده ناخد مثال عندنا اللي هو البطريق، هناخده كمثال لتكيف الكائنات الحية في البيئة الباردة. البطريق ده طبعا عايش في بيئة باردة. طيب عندك تكيف البطريق على البقاء في البيئات الباردة. ازاي البطريق ده يا مستر بيتكيف؟ بص كده الاول على شكل البطريق اللي احنا بنتكلم عنه ده. كده البطريق اهو بيبقى عايش على الجليد زي ما احنا شايفين كده، بص كده عايش على التلج. تخيل كده ال 24 ساعة كل يوم واقف على الجليد على التلج. قالك البطريق ده اهو، قالك ده اسمه البطريق، حيوان او طائر البطريق. ده بيعيش في البيئة القطبية المتجمدة شديدة البرودة، يعني عند القطب. عندك مكانه فين؟ قالك انتاركتيكا اللي هي القارة، اسم القارة اللي هي اسمها القارة القطبية الجنوبية، يبقى عايش في القارة القطبية الايه؟ الجنوبية. طيب بيقولك تخيل نفسك تقف بدون حذاء او جوارب على الثلج في بيئة برد. تخيل كده ان احنا حطينا لك مكعب ثلج كبير او لوح ثلج كبير وقلنا لك اقف عليه من غير لا جورب، من غير لا شوز ولا اي حاجة في رجليك ولا شبشب ولا اي حاجة، هتعمل ايه؟ قالك لما تقف عليه هتطيق تقف عليه؟ قالك لا مش هطيق يا مستر. قالك ده انا هقف عليه كده ما يكملش دقيقة ولا دقيقتين وهلاقي نفسي ايه؟ رجليا مش حاسس بيه. قالك يبقى هنا بقى بيقولك تخيل نفسك تقف بدون حذاء، يعني بدون شوز او جوارب، بدون شراب على الثلج. تخيل كده انت واقف على الثلج في بيئة باردة. بعد دقيقتين ستتجمد أصابع قدميك. قالك دقيقتين اتنين كده اهو هتلاقي أصابع رجليك كلها اتجمدت وتفقد الإحساس بيها، مش هتحس بيها كمان، فلن تتحمل شدة البرودة. هي عملت كده ليه؟ لأنها ما قدرتش إن هي تتحمل الانخفاض الشديد في درجة الحرارة ده. والمدهش أن البطريق لا يملك ريشا في أقدمه. لو جيت تبص على رجل البطريق هتلاقي إن رجل البطريق ما فيهاش ريش، هتلاقي جسمه كله مغطى بالريش الا رجليه. شوف سبحان الله رجليه ما فيهاش ريش. يبقى المدهش ان البطريق لا يملك ريشا في اقدامه، ومع ذلك يستطيع الوقوف والتحرك على الثلج طوال اليوم. سبحان الله يقدر يقف ويتحرك على الثلج طول اليوم. طب تعالوا كده نشوف بقى هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ان انت لو انت كبني ادم وقفت على الثلج ما تطقش، تقف دقيقتين وتلاقي نفسك ما انتش حاسس برجلك. هو بقى واقف على التلج حياته كلها عايشها على التلج اهو ال 24 ساعه. قالك وبيتحرك وبيروح وبيجي وعايش ازاي؟ تعالى يلا نشوف ازاي بقى. طيب لماذا لا تتجمد اقدام البطريق؟ طب ليه بقى اقدام البطريق دي ما بتتجمدش؟ قالك بتحتوي اقدام البطريق على اوعيه دمويه تحمل الدم البارد من القدم للجسم. ركز كده، يبقى الرجلين بتاعه البطريق فيها اوعيه دمويه. الاوعيه الدمويه دي اللي عباره عن ايه؟ عباره عن شرايين واورده، دي كلمة أوعية دموية. طيب عندك دي بتحمل الدم البارد من القدم، دي بتاخد الدم البارد اللي هو في القدم تحت في رجلين تحت بتوديه للجسم، والأوعية الدموية الأخرى بتنقل الدم الدافئ من الجسم المغطى بالريش إلى القدم، وفي أوعية تانية بتاخد الدم الدافئ من الجزء الأعلى اللي هو مغطى بالريش ده بتوديه إلى أسفل إلى القدم. طب يبقى هنا في تبادل كده، في دم بارد بيتاخد من القدم للجسم وفي دم دافي بينزل من الجسم للقدم. طيب وكل ده الدم ده بيحمل فين؟ في اوعيه دمويه. اوعيه ايه؟ دمويه. طيب وعندك جسم البطريق مغطى بايه؟ قال لك مغطى بالشعر ولا بالريش؟ لا بالريش يا مستر. يبقى الجسم بتاعه مغطى بايه؟ بريش كثيف. طيب عندك كمان تلتف الاوعيه الدمويه التي تحمل الدم الدافئ
حول الأوعية الدموية التي تحمل الدم البارد، وعندما تتلامس تنتقل الحرارة إلى قدمي. قال لك الأوعية اللي بتحمل الدم الدافي بتلمس الأوعية، بيلتف حوالين الأوعية اللي بتحمل الدم البارد. تخيل معايا كده، الأحمر ده دم دافي والأزرق ده دم بارد، تخيل كده بيقربوا لبعض كده، بيلتفوا حوالين بعض. يبقى تلتف الأوعية اللي بتحمل الدم الدافئ حوالين الأوعية اللي بتحمل الدم البارد. فإذا الحرارة هنا تتنقل منين؟ احنا خدنا إن الحرارة بتتنقل من الجسم الأعلى في الحرارة إلى الجسم الأقل، يبقى الحرارة هتتنقل من الوعاء الدموي اللي بيحمل الدم الدافي الى الوعاء الدموي اللي بيحمل الدم البارد. ادينا الحراره تتنقل له كده لغايه ما هو كمان يبقى يدفى كمان، ماشي؟ يعني درجه حرارته تزيد شويه فيدفى. قال لك يبقى هنا بتلتف الاوعيه الدمويه اللي بتحمل الدم الدافئ حول الاوعيه الدمويه اللي بتحمل الدم البارد، وعندما تتلامس تنتقل الحراره الى قدمي، تبدا بقى الحراره تنزل لرجلين. يعني ذلك ان ايه؟ قال لك ان الدم المتحرك لاعلى الى الجسم ليس باردا، يبقى الدم اللي طالع من تحت لفوق ده ما هوش دم بارد، والدم المتحرك للاسفل الى اصابع القدم دافئ، الدم اللي نزل من فوق لتحت ده دم دافئ لدرجة تكفي لحفظ الأصابع من التجمد، لدرجة تكفي لحفظ الأصابع من الإيه؟ من التجمد. يبقى يا مستر ليه البطريق بيقدر يمشي على التلج او على الجليد؟ قال لك لان في اوعيه دمويه، في عندك وعاء دموي بيحمل دم بارد ووعاء دموي بيحمل دم دافئ. الوعاء الدموي اللي بيحمل الدم البارد بياخد الدم من الاقدام يطلعها للجسم، والوعاء الدموي اللي بيحمل الدم البارد الدافئ اللي هو فوق في الجسم المغطى بالريش بينزل الدم لتحت. الوعاءين الاتنين بيتلامسوا، الوعاء الدافئ والوعاء البارد، قال لك بيلتفوا حوالين بعضهم وبيتلامسوا، بمجرد ما يتلامسوا تنتقل الحراره بينهما، وبالتالي الدم دايما اللي موجود في أقدام البطريق، ماشي، بيكون ليس بارد، ماشي، وبيكون دافي لدرجة تحفظ الأصابع من التجمد.